اما ابويا قام قايل له محمود ما بيكلمكش عشان بنتك، كان وقتها وصل لحوار بنته بس كان اكونت فيك مكتوب عليه في البايو كده كلام ما ينفعش يتقال. انا لما قريت الاكونت والكلام اللي كان مكتوب رحت كلمت ابويا، ابويا قال لي كلم شباب العيله وروحوا لعمك. رحت لشباب العيله قالوا لي واحنا مالنا يا محمود. عاطفة مع الضحايا وتطالب بالقصاص في جريمة نيران انطلقت لجروبات التي ما زالت متفاعلة مع الحادث، والغريب أن عدد مشتركيها تجاوز 10,000، وتضمنت تغريدات وفيديوهات مباشرة وغيرها تلخص الجريمة وتكشف الدوافع بل وتمارس سلطة القضاء في حيث التحقيق في التفاصيل والأدلة وأقوال الشهود واعترافات القاتل ورسائل الضحايا. وخلال الساعات التي تلت صدور حكم الإعدام على محمد عادل قاتل نيرة، دشن مغردون جروبات مؤيدة له ومتعاطفة معه مثل محمد عادل ضحية وللإعدام محمد عادل، وتضمنت تلك الجروبات منشورات تحريضية تجاه نيرة وأسرتها، كما تضمنت اتهامات مباشرة لأسرة الفتاة وأحد أقاربها بالتسبب في الجريمة على خلاف الحقيقة، فضلا عن فيديوهات قام فيها أحد المشاركين بشرح كل تفصيلة من تفاصيل الجريمة ومحاولة الوصول لثغرات قانونية تنقذ القاتل من حبل الإعدام. وتضمنت جروبات التعاطف مع القاتل متابعة لأقوال المحامين ونشر أخبار مذكرة النقد الذي ينتظر تقديمه على يد المحامي الشهير فريد الديب وأقوال أسرة محمد عادل ورسالة صوتية له. على الجانب الآخر دشن